أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد روي على لغة هؤلاء في لامها الأخيرة الكسر والفتح، وروي أيضا حذف اللام الأولى فتقول وعل بفتح اللام وكسرها. وأما متى فالجر بها لغة هزيل. دقينا درسي صدو حفتا سباز بخواي قورو هزاران جار الحمد لله. لا سرتاي بابي حروفي جردة ليرا كان دا هر درياجي درسي بيش دايا حلبت كبو من تاونبو لسر بحثي لعلا كوتمان لا يعقيل حرف جر واسمي في مجرد لك وتعلق جناب استبشتكو باشان ودلال روايات كلاوة لسر لغتي هزيل بلام عقيل آوة في لامها الأخيرة الكسر والفتح لامي كوتايتون كدو لامي لامي أول ساكن ومدغم لامي دوم مدغم فيه ومتحركة للامي أخيرة كيدا كسر وفتح روايات كلاوة باشا لعل لعلي أو دو لغة هل بث مشهولة كيك لعل وروي أيضا حصف اللام الأولى حصف لام أولا كشي روايات كلاوة يعني ساكنك إيه فتقول أجاوة أو لنسخي من ده نسيبتي على هرواشة بلا لامي أولا كما بس أويا يعني سلامي هي من ما بس مكوتم دولامك أو دولامك وتعيم بس من السلامة أو يا ولا نو كمفتوحة ولا كلمة دوم دانا ساكنة ومدغمة صيهم دانا متحركة ومدغمة فيها جاد الله الروايات لو حس في لامة أولا كا باشا فتقول علا باشا علا إيت الأمشيان يعني بفتح اللام وكسر بفتح اللام وبكسر كي علا وعلي جاء بحثي لعلة أولا يك خالي جوهري لأرداك بلام أويا جنابي وأظانم الشيخ خالد أسهري أريا وأظانم أوا دلي أمتشوار لغته أمتشوار لغته للعلة داها باشا للغتي للغتي مشهورة كالعلة الدردتي تقلت على اللغتي مشهور كلعلي الدردتي بلغة كانك ولعلي وعل وعلي وأمانة بكردي وبكرتي للاي أوانش وكو عقيل بن اسمي في مجرد هذا زرتك هل بل لعل لغتي كشيتي لأنا ومن لشر لمغني لبيبا بحث من كردو وباشان وأما متى بلا متى فالجر بها لغة هزيل جر دان بها بمتى لغة هزيل هزيل كان متاج بكار دينا عادة متى يا باسم شر بكاري ديني يا باسم سفان بكاري ديني بلا هزيل كان بجر بكاري دكرا بحرف جر وواش أظانم الله أعلم بمعنى من أو أكن بكاري دينا شو كده مثالك شادر ذكي ومن كلامهم لكلامه زي اللي كان دهات هو أخرجها متى كمه كم يوم يعني جيفاني في ذلك إنه ك لبانت والله كلا شلوار كلا دابلين شو ندرس تي يا أخي مثلا تبو يشتي تي هاوي يا تبو يدرس قرم كنا ولا كاتي سر ماذا مثلا جيفاني في ذلك عادة باشا يريدون من كم يعني دري هنا لكمي يعني لا جيفاني دري هنا أو قيس نظام أو أن لم نرتشه وليدو لا سليماني شد زانم وأزام جيفاني بيلا وخو نظام لأي جيفاني بيضلن يا اشتيكي بيضلن بلا ما جيفاني بيضلن إيه. باشان ومنه قول هل لو لغتي هزيليا كان كمتى بوزربا كان بجيري قوله كدل شاعر دل شاعر هزيليا باشا أبو الزؤيبي هزلي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئج بحث لا ودكات لا هوركان دكات دلي هوركان دخونا واني يعني تيرد بن لآوي بحرو باشان برز دبنو بوصروا
متى لجج خضر. لجج جمع لجيا قولاي قولاي او كبشي زوربي او كلمه دوستي لو قولايك هو خضر صوزه شوك او تماشيك لسره لشويني دوري وتماشيك بعد وقت قومه كقومك قولو اتر عمقي كي هي صوز ديال اوك اوا باشا كوا لهن نيجو بو او هولا كان دنجي كي بارس هي اما شايدك متى هم متى لجو يعني من لجزين بلا اوان ابو شوهات. وسياتي الكلام على بقيه العشرين عند كلام المصنف عليها وقصل سر بقيه بالسكان جمع ليلة داوي كباس مانكر كيمان باسكرت لعلو اوج متى بلان قصل سر بقيه بالسكانك لكاتك هكا مصنف قصان صدق امر شارح در قصي خمان لك النسر. ولم يعد المصنف في هذا الكتاب لولا من حروف الجر وذكرها في غيره. مصنف رحمه الله لولا لم كتبنا لولا لحروف جر دعنا نرى بلام ذكري لولا كدوا لكتب كاني كنين لكتب كاني كيدا وكما سنبون من التسهيل أتنو كتبه كي قوله مفصلة ومرجعه كي سركي لإلم نحو داري ودا باسي كردوا يا وزام لكافيش دا باسي كافية الشافية الكافية الشافية وما سبو سيبو أنا من حروف جر ما سبي سيبو هي أويك لولا لحرف جر ديت وبلان جالبيك أويك هرب معنى امتناعك من لوم بشانزة درزوت وتولى مغني ده لولاش بخوانا ظانم لخوار أويا باشا بولو لكم والله معاني بس كلا واني سر السهر دمانا والله لم علم أخواك علمك بالله لا حول ولا قوة إلا بالله بلا سيب السيبه هي وكأنها لولا لحروف جرة لكن لا تجر إلا المضمرة بلا فرق كي ويك حرف جرة مجرودناك جيكال فقد زمير مجرود ما عصيش لما كان مشتي كافر فتقول لولاي ولولاك ولولاه أعوذ الله لولاي أو زميري متكلم لولاك مخاطب لولاه غائب جاء فالياء والكاف والهاء عند سيبوهي مجرورات بلولا أو من مجرورات هاتو للو نسخيش كلام مجرورات هاتو أجدروس تهلبت ياءك وكافك وهاءك بتاتي لمسي مثال دا لا يسيبوه مجرور ماشي بلولا جاء أمزا إسما قصمان هي دو قصمان هي للسري يكم ابن هشام رحمه الله أفرمي لمغني دا على وقتي بشوين لولا دا الزميل هات دقات كلمة اشتكي زور تايب الدولة أو نكو ابن هشام لقدانو بوشتكان دكا بلدوا ابن هشام تفتازانيم ديو عند جوان لقدانو دكا ظنان همو بابتكان يعني خوش بلان او منهجي او دوانا زور براستي شفتي او دو منهجا زور يعني ليكولينا وليكدانا ورونكرنا وكان يعني زور زور ثايبت يعني براستي ابن هشام لدر بدرجة دو تفتازاني جوان وردكاري سيري بكار دينا يعني شيكاري كي جوان دكان يعني وقت دزده دنشتيك واي دست دادنی ایتر لایم اشته که ام پیالین که کسی کاری چی کرد با جوانی و با پختی کردی حتی لب جنیش دلان خاشاب رایی کرد وام شو لایم مثلا کسی شونه پاک دکاته و اشته شونه مثلا خاوین دکاته وانه الان لپرسن جوانی پاک رو گلو والله با خاشاب رایی نی هشتی کی لنهش یعنی جه قصه لی نهشته و جا براسی جوان بوشته کرده چید اینشان براحمد بفرمه وقتی بدوه لولاد از زمیر هات ما فی سرکی ام زمیری اوی که زمیری رفع به وکو لولا انتم لکننا مؤمنین کل قرآن دات بلا اندالا بکمی بستراو لولای لولا که لولاهو بپیچوانی مبرید که مبرید هر انکاریش تکده که بلا قاعدك من هي لعلم اللغة دا إنكار أصلية ادعاء إثبات أصله من حفظه تقول حجة على من لم يحفظ شتيج آمان هي إيه باشا جاء بلا مبرد لنا نحن نشتي ولا مبرد لولا وبوشتيج وكو حتى كعملكي أمن دا تفوتشيرا
اوان دبش يويش عجيب غريب عمل دكا بو ابي على تسر سميش تناند هندق لا اسم زاهرش دا انكاري دكا دلن احر نابي وانكاري كنيني وبوي نابي وفانا بلا او دلو كورا بزميرش دا سلاق امزا بو سر زميركي هرحال شتو شرايتي هي يعني ببيانوا بقول يا بستان لهول البهن جدا إذا ببرو بيانوا إجدك على اسم ذلك كذا ضلا تتسرز كتير لير ضلا إنكاريا كتير السيدة باشان سيبه وهي جمهور ضلين أو لولا جرد داب بزميرك باشا زرتك إذا أو لولا جرد تايبت ب مجرك ديني زميل هل وكو مثلا حتى وكاف بونمنا لنا وحرف الركان كذا تايبة بمجرك دين اسم زاهر إيه وتعلق بيشتك والناب است شبه زائدة ومحل زميرك ش مرفوع بابتداء خبرك شي محذوفة أم جال يا ردا برسالك ديت بيش أو إيش أويا أو جالب أو بلا أم جال قصي كم معه واتك مثلا دل فليا والكاف ولا عند سبهم مجرورات بالأولاد توزيع تاونا دا برزم يعني برزم ابن عقيل توزيع تاونا دا اللواقع دا اويك بليك دانوي سيبوهي اللي دروز دابت اويا او زميلان دو محليان هي هم هو محل مجرور بالأولاك وخذوا ما بنين تبعتا محلي تشكش يعني هي كمان مرفوع بابتداء يعني دو محلي هي محلك مجرورا ولو لا تعلقنا بس بيشتك تعاوكو ببنى مفعولو بيشتك بو عاملك ايوانيا باشان محلي دوهميان اويا كأي اصلي وصاركيشيانا مرفوع بنا بيبتدا وخبرك اجمع حزوفة لواقيدا جا امجا بچيرا دزاني محلي اصلا رفعيا ابن هشام دفرمي ووقت عطف بكرته بو سر زميلكا كبلو لا مجرورة اسمك زاهري واعتد بكتته دنيا وعسمان ورسمان مقولي فارضل عسمان ورسمان لقدن او اسم زاهري كاعتد بكتته بصر زميلة مجرورة كبلو لا مجرورة بجرة عتب ناكتته شاولي دلي لولاك وزيد نالي لولاك وزيد غلط باشا لبرتي لبر او وقت لولا وكو حرف جر ما ملي لقال دابكين قطعا دبي نتتصل اسم زاهر فقط زميل مجركة واجر اسمك زاهر عتفكرة بوصر زميركة عتفكرة بوصر محلي رفعي نك بوصر محلي جر إيه. ام جا شتيجك كهلي لدى اويا لقصي اخفشة وامشت مع ابو بيدا دبيت ام برسيارة وضع عمل أخفش ونا في موضوع في بالفتاي أخفش دلنا على عم قصي وما هي يعني قصي وما مصي خوي ردك حتى وكسي وهذا على قبول مني وجا أوكي قصي أوكي بحصو على أنها يتر خلاص الكلام أو زمائر كان أو بو زمائر كان الثاني كاف ويا وكاف وأوانا ولا علم في مع في موضوع في بالفتاي ما علم مفهوم بابتداء مفهوم أم جاء ووضع ضمير جري موضع ضمير الرفعي باشا امجا برسار ديتا بيشو ليلة دا لو يسي ويجنا البرسار او برسار هدي بيشو دي باشا كاك يخفج اقل امانا لما حلا مرفوع بابتداء مثلا دغي لولايا لولاكا باشا دي بوتشي زميري او دينت زميري جر دينت ككافة كيا اتام كافة بزميري جر وزميري نسب اجده هل هكذا ها اكا ايش الواير دي باشا يا كشر و دي باشا برزم اسم ابو اوا دي زبال زمين رفع استفاده كده وتنان اللسر بوتونكي سيبج امبرسيال دروز دبيت دي باشا بو ام زميلانا ام زميلانا زميري رفع نين شلون ضل مبتدا او دب باشا بهر حال بلا ووضع الضمير ووضع ضمير الجر موضع الضمير الرفعي دان دلا محلا مرفوع بابتداء ودان دلا والزميل جر لزقي زميل رفع أما بوتوني يعني أبم شيوا أخفش بابتك تاوت هذاك كدلا كاك جانا ما لا صلا زميل رفع بون باشا وزميل رفعك جي خوان داو بتيبا زميلة
جركان واتزميل جركان لواقدا لجي زميل رفع كان اللي ركان لا أما بوشوني جنابي أخفش يتفلو فلم تعمل لولا فيها شيء لولا عملي نكلو فيها لم زمائل هنا دا بقطعي يشتر كما لم تعمل في الزاهري هل وكل اسم الزاهري جدا عملنا كتولي لولا زيد الله أتيتك إيه زرتك لواقدا بحثك وي آخر أقر بالنسبة قصيصي بوي هو أقر أم جاء بلك زميلي جرن تدبلو زميلان استفادوا كي بو مجروب نجوك خوتونات وإلا زميلي متصل كواز زميلي متصل مرفوع استفادوا كي خو أخبكاري جرن أيوانيا زميلي متصل مرفوع خو بكارنا دلنا تيزا هل أمانة بكار ديني وأمانش يتلا محلي عنده محلي رفع عنده بيوكاتي هل وكو شون اسمي زاهر بدو لولا دادي الدبيت مبتدا وتبعه ما نشرب شو دبنا مبتدا بلان بالنسبه لقصي اخفش ابن هشام زور بجواني لمغني دا بحث تولانيك كنائبوني زمير تابته بزمير منفصل يعني اجر قرار بايا بجي مثلا زمير رفع اجل لولاه لا لولاك ولا لولاه دا بجي وكافك بجي وزمير رفعك تبا زميلي منفصل مثلا بكتال لولا إياك لولا إياه لولا إياه آوة. يعني أجر قرار بأم ياء كاف هاء بجي زميلي رفع حد بن دبا زميلي وكو مثلا أم كاف أم هاء أم ياء نبنى جيجري زميلي رفعك دبا لمعنى أو زميلي رفع ندا زميلي منفصل بينتو والله لولا إياه عفو لا عليه دبي زميلي منفصل بيني عفوا زميلي مفعولنا مثلا دبي زميلي منفصل بيني مثلا باشا مثلا ككافك لولا اياك ايوني دبي ابو شيو بزميلي منفصل بينك زميلي اوكيت زوتك او لو قد دبي زميلي منفصل بيني زميلي منفصل كم جاء مرفوع هاشتاك بين مثلا انت زميلي منفصل ومستتر جدبي ومتصل جدبي ومستتر منفصل جدبي مثلا لو لاك بجيوي او بيني يا الله خير براستي براستي برزان نخوش بلا دبي زميلي منفصل بيسا كان زميلي منفصل نايا اتلوى ام زميل متصل انا ناب نجينشين زميل متصل هوا يبحثك وزعم المبرد ان هذا التركيب اعني لولاك ونحوه لم يرد من لسان العربي مبرد في واي ام تركيب يعني لولاك ويني لولاك لزباني عربي لا نهاتو اما تركيب يكب يوني بزباني عربي يوني بلان وهو محجوج بثبوت ذلك عنهم بلان قصي مبرد محجوجة يعني ضعيفة بصابد بوني ذلك أو هاتني أو تركيبة عنهم لعرب عنه كقولهم كقوليك وعرب شعير دل أتطمع فينا من أرى قدما أنا ولولاك لم يعرض لأحصابنا حسن شعير وكديلا عمري كوري عاسا بمعاي كوري ابو صوفيان دل اخو اعلام الاجه الرازي به صبارت بحسن كوري علي كوري ابو طالب اخو اعلام الاجه الرازي به حسن ليره دامه بس حسن كوري علي كوري ابو طالب اما وقشتك او بحسي لك عمري كوري عاس دل اياتو تماعد هيا بنسبة ايما لايما دا تماعد هيا بنسبة كسرك اهو أتطمع فينا من بالنسبة كسيك وكوا أرى قديما أنا أخواني إمرشتو ولولا كنت أنا بايل لم يعرض لأحسابنا حسن باشا أجت وأنا بايتايا بلى ندقشت بأحساب حسبي إما حسن حسن كوري أبو علي كوري أبو طالب ما مشى إلا سلوا لك كخو ما صحابي بنو فصيح بنو بلان كافكاتو يا كقولي وقولي الآخر يا شاعرش كدله
وكم موطن لولاه يأتي احتكما هواه بأجرامه من قنة النيخ منهوي. منهوي فاعل هواء، هواء فعل ماضي وانا سقط طيحت يعني هلكت. أجرام زي جرمة بمعنى جسد. قلنا لسر وزني قمة ولسر وزني قلة وكو قلة جوا لوزن ولا معنى ده يعني السلوي شيء نيقي شلوه. أما إذا في مسمى أبو اسم باشا شاهد له خلاص الكلام زور شوين هو يعني لنا وشركان ده أقل لو لا أقل من نبع مع نبع مايا لقلته تحت لبين دتش هيني هلكت. كما هو بأجرامه من قنة النقي ونهي هلوكو دكويت أخواله باشا بجسد يوا لبرزايك يوا كان أو كسكوا دكويت أخواله ساقط الوقت يعني تون لبين دتش كسك لبرزايك يوا كو دكويت أخواله لتو بار دبه جي نامينه أقام نجل وشرانا اللي قلت ودعنا باما والله جنابة حساب روشتب وتعزيت ليشتك إنما أو توجيهات أبو أولو شعراء كلا سرتاي بابي حروف جر إما صنع لي كدنو هاك حروف الجر إيه عمزة بصيد وإما بسم الله الرحمن الرحيم لما صدى تنشئر تاوت بيك إنسي ناظم رحمه الله ونفعنا بعلومه دفرمي بالظاهر يخصص منذ مز وحتى والكاف والواو ورب والتاء واخصص بمز ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب. الله أكبر. وما رووا من نحو ربه عفو وما رووا من نحو ربه فتى نظر كذا كها ونحوه أتى. قربان شن قسم عن هيدا سر أم شعرانه استنى شو تسر معنا كانين أم جد دابش عندك يعني حرف زر اللي بيش أقف فرميه بيس حرفا باشان دابش عندك دل أو بو بكاربن أو بكاربن دابش عندك هي كم دلية بالظاهر خصوص تايبتيك باسم ظاهره بالظاهري أما باك لسر مقصور عليك يعني أمانة خلاصة كراونة وقصر كراونة سر ظاهرك بلان بيتشواني دواي وخصوص بمزو ومزو أمام هو بيتشواني أويا باشا جا استليرا دا عرضي بلاي خوما كم على تايبتك باسم ظاهره يكم منزو مز حتى كاف واو ربا تا دادانا حرفيا تايبتا باسم ظاهر يعني أم ديانا قيدي زمير اللي دا چونه سرزمینیان چونه سرزمیریان یعنی ام دهانه به نسبتی چونه سرزمیر او قیده لیبده یعنی چه قیده لیبده یعنی امانه ناسه سرزمیر ام دهانه او تر او به هوامه بله ده جامزه امانش بوی تایبت کراون مثلا بظاهره لبنه بگشتی امانه ضعیفن لذاتی خوانده مثلا هر یکی تایبت مثلا بشتیکو مثلا موزو موزو ببره لوقته و تایبت مثلا حتى مثلا بونمونا مثلا حتى باخره تشوزانم برشان مثلا بنكيره وقال تشوزانم او برشان يوزن لقسم لا حرف اصلي قسم كبايا مثلا نوع لا وازي وسستي الامانه ده بدي تكريت جاء جاء اما ام ديانه تايبت كبتشي وكاكي من دلا باسم زاهره وام جاء شون سر اسمی ظاهره کشیان یک روال نیه یعنی هرچی اسمی ظاهره که دو جیر کود امانه مجرور کن کورن نه والله امانه مکرونازی خوان یعنی به عشوه و دین خلاصه موزو منزو های قربان ظرف مجرور کن و ایش همو ظرف یک نه تا حلو رقم رباش همو اسمی ظاهره مجرور نکن فقر قرآن نشیره تائج بالنسبة لفظي جلاله بالنسبة لفظي ربه تاو إتر أمانا توانا نهم اسمك زاهريش مجرور كان بخبر نبن وباسي حتى ناكا ليردا عادة مزو مزو دالي
بالنسبة لي كافكش أو شد نار إلا أنه الشعر الجويد أنا بشتك دلي إذا تاكش تاكا دلو تاو إذا خلاصة كان باسي حتى دهالتو باسي كافي بنوعك دهالتو إلى آخره إيه أو جا دلي باشان دلو وخصوص بمز ومنذ وقتا تاولي علي تايبت بك بمز ومنذ وقت وقتك تايبت يعني وقت تايبت كبتشيوا بمز ومنذ يعني كي واجبك مقيد بكري أم وقت بحازية بمازيو شونك أمانا ظرف مستقبل مجرور ناكن اللي تان تقنسيو أمش دواي كديت والله اللي دواي ديو أجو ويدو اسم لإدامة دادي خويني وقت تشوين السر معنا كان لتشير أو واضحة أو يوزم قيناك وقربان وإن يجرى في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبين أو يا ظرف زمان يا ظرف حاضر يعني بالنسبة لزماني ماضي هو بالنسبة لزماني حالة إيتر أمانة قربان لقل ظرف استقبال إيتر دانيا ناكل كيشان هي زور تشاكا تايبتك موزو موزو بوقتها يعني بظرفها جازر فك ابو زماني ما زيبي ابو زماني حال اما هو ادوانا وبرب منكرا منكرا وتعبتش كبربوا اسم نكره تعبتك اسم نكره اما اويك الدبينين او طلب اغريد او توضيح حمدا و چون كده دا ابن هشام بابتان الدين الحاقده كمال بابتي كان والله ندا من يكش ظلم يجو هيك اويك ايما الدبيسين ودلين وديخوينين وقصيل يدكينو خلاصه كلام دلين هربو خم لم كتباله ده لزور شون ده وما قلتوا هل لبر او شو كل الكتبك ده واتو بعصك او نبي كمان نمزاني بيو بغلطو مالان ليلة ده اما كتبك اللي اصيكي سروتر ولا مغنيش ده كسر سروتر ولا ده بحث ما انكلو هنا اخوال 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 اكي مسائل انا باسكي اما واما باسكي دوك كاكا اولا ربا هم اسم زاري مرفونا كجار اسم معرفة مرفونا عفو ربا اسمي هم اسمك مجرور ناك هم اسم ظاهرك ولا ناو وظاهر لا بلا مجرور ناك أبدا اسمنا كيريك همونا كيريكش بربا مجرور ناك جيجنا كيريك موصوفة بي يعني واما باسك تأثير واتا ربا اسمك ظاهر مجرور ناك كاسم الظاهرك نكيري بي وموصوفة بي يعني خاوني تبي خاوني وصف مستولي رب رجل مثلا عالم مثلا شيء ألم شيء أبلا زوجك إيش كي بيعاني بلام ليرة دا شاري مصنف رحمه الله دلوا برب منكرا إتر بي موابي الله أعلم بخوة نازانم بعد ما شاو شعراني ألفية كم قيناك وابزانم بحسي ربنا تو بيشو بخدا وهذا الظالم والله أما تائر النبو أمش قرب النبو أمش مزو مزوهات بلا وزيد بعد رب والكافي فكف وقد تليهما وجر لم بلا أو بحثي أو دكاكا أما أنا لإيش كون يعني اللي عمل كي اللي بس يودكات آها بلا بلا إتر باسي أحكام كان هناك زوق زيك جوانا ما بس ما كمصنف لدلو بربا منكرا تايبت كا بربا اسمنا كده تايبت يعني بربا فقنا كده مجبك إتر لدلو منكرا بمطلق يدي هنا باشا بويا وقت بلوه ده چونم بو بابا تکا کرد لمغنی ده پیش ده وکا شرحم کرده بو برام سزا بدخو ابن ماری امر رأیه هی لباره او ینا ادلتی تماشا تسیل لکم دفرمه و تقلیل بیها نادرون سیکی زوجانا علای که ربا بو تقلیل بشتی که نادره زوری بو تکسیل ربا جا ولا یلزم وصف مجروری ها واجب نیا مجروری که موصول بید یعنی مجرور كي خاون صفات بمن واجبني باشا خلافا للمبرد ومن وافقه
كتواني مبرد آني كموافق أمزد الله ولا مضي ما تتعلق به ظاهرا للا أو تعالو دبس لا هنش كشهد بيستو ما كتعلق بوسته وأوش كتعلق في دبسه يتبيوزنا كهر مازي بي باشا بل يزمو تصطيرها وتنكره مزيد دوشت بيوزتا يكم لسد رابه باشا مجبورة كشي نكيري بتاعه ما تتعلق بمعنى ايش كش دكت معنى بكتو تاني هو كالقالي بيت فقط فعلي ماضي بيننا ذكر فعلي غير ماضي لك الله أولو ما نهجتت جاء أمجا أواني كدلن نكيرك دبي موصوف بيت موصوفة بيت مبرد وابن السراج وفارس ابن خلف أم تشوالان كدلن مجرور برب دبي موصوف موصوف بيت يعني تي يعني داري صفت بي خاون صفت بيت وبشي الزور بي علماء متأخرين تقليد يعني لم تشوارانا كده لمبرد ابن السراج وفارس ابن خروف بعام لكتابة كان يندا وتو يانا او اسما نكري كبر ربما جودة بده بموصوفة بيه خاوان صفة بيه بلان او ابن مالد فنو بيتشواني مثلا بسيبوهي سيبوهي اصلا دلا بيوزنا كبيبه بيبه نشيبه وعجبنية اعو عجبنية باشان وتاء لله ورب أمزة تائش أمزة أولي ردا أو دبت مرفوع دبت إيه تاء بلفظي جلالة دبت يعني تابت بلفظي جلالة و يعني بو قسم دبلا قسمك تعجب إذا قلت دبت هر قسمك عادينا وباشان بلفظي ربش دبت تاء كبو لفظي جلالة دبت لفظي جلالة مجهودك ربش مجهودك بلا رب بم قيدك إضافة بكتابة ركعبة إنك هالربي خالي تربينا للغتك تاو الشعزة هيا كتربي إضافة كتابة ويا متكلم ربك بلان أو هيك نقل كلا وشتيكي زوزور كمو نايبا أو هيك هو رب إضافة بكتابة روتي برو كعبة رب إضافة بكتابة روتي برو كعبة زور جوانو كوريوبيا ونمرد أمزة أمشي على من شريكه تايم أنا لم بحصة ده لم شعر ده بزاني جنابي انضلتي وما رووا من نحو ربه فتا نظر كذا كها ونحوه أتا أوي كوار روايات كلاوة لويني ربه فتا أشا الروايات كلاوة مثلا ربه فتا ربه رجل أما نظر أما كمان ولهندي شوين ده حتى بشاز أو تعبير لهذا دنوان يعني إما وثمان وبربا منكرا تعبتك بربا اسم نكيرة تعبير يعني بس تسجي سر اسم نكيرة كتير لهذا ده ربه ده مجر أو زميرة كابلين ربا بيمجربوا زميرنيا با ده زي ما تعرف في معرفنيا با تيجون أوج ليرة كندا قصوب حصيل السنة كقول محققين ويك أم زميلة وكو معرفة ورناجير بلا هاد نابي ربا بسيتسال زميل باشا قولك يك أيش أويك أو زميلة بوشو بسيتواني أو قرينج أقر فتن تفسيري أو زميلة بينك كليا أم زميلة جبنا كليا دادا اگر تفسیر زمیره کش به معرفه او کرد ایتره اوشتی چی کرده به معرفه او کرده یعنی قصه چی آواه هر وکو دلک که ها وکو چون ربه او ربه بسید زمیر کما هر باشو که ها کافی حرف در بسید سر زمیر کما بلان هاتوه و نحو اتاوی یعنی امش هاتوه یعنی للوغتا اما هاتوه یعنی من رایگیری لنا کرده و نتوان این کاری بکن بلان وكو او بلا يشتيتي قياسي بيو اما بيه نو لا وني ان شاء الله شرحك يلا قريب بودرسي لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.